هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. عيني شباب، ترتيبات جديده شويه سويت هسه. خلينا نبلش، خلونا انتم لايكاتكم والترتيبات. فتحت مسبح للعنابر سرعه، وهذا البرج اللي بيه المنتوفات القديمات السبعه، ذني 2 4 5، وحده نايمه على البيه 6 وذاك 7، وزوجين دايات الزبيريه والرصاصي، وهذا الفحل البزرق وطيرته على البيض. ذني جواهن فرخات، وذني جواهن بيضات. اصور وحده فاسده وحده لاحقه، او لاحقات احتمال اثنينات ما اعرف. فخلي اسد البوري هسه، بعدني ما فاتح طبعا. ذني البارحه المقطع القبله من طيرنا صار عندنا نقص. المغرب اجى حط هذا الفرخ. هسه ايش راح اسوي؟ هذا مسبح لما الصوند اللي جاي من علاقه بيها اسلمها. اريد اطلع ذني مالات السباق حتى يسبحن. وهاي الدايات اللي انا صايدن 4. شوفوا هاي، انا زوج جواهن فراخ. هاي الطيره شوفوا جواهن فرختين. ذني شنو الفرخات؟ ذني بنات الزيره الرامبوري. هاي الفرختين نطلع احنا، يلا طلع سبحان. لاني صار هواي ما طلع، خليه يطلع اي سبحان. وهذا الزبيري والرصاص ذني هم جواهن بيض لاحق. اطلع هذا الفحل، شوف هاي الطير البزرق شباب، هذا فحلها اللي لزمناها. روح شوي سبحان شويه. فتحت لي المسبح، خلينا نطلع العنابر همين. يلا انا بسرع، يلا عيني. يطير مو هنا مشكله. يلا يا ولد، ما تشوف وين نايم حد على البيض نايمه. شو وقت فرخين، شو وقت بيضين، ما ادري شلون طير هذا. شوي خلي سبحان يونس الروحن. وهاي عندنا هنا، شوف هاي المصبوغه، هاي مصبوغه برتقالي او وردي. هاي قديمه يعني، كامشه صار فتره طلعتها ذبيتها ويا الحبريات. يا طير احنا معازين طواير. اطلعن ما نزحم عليك، يلا عيني. والبرج البيل فاروخان، البرج البي الفاروخان، هذا النهايات ذبيت وياهن 3 طواير تيادي على 3 فحله شيتري، لان اللاكا طلع صاحبه وجاء اخذه. فنفتح ذني المخاليف همين والفرخات والارافل، ولا نفتح هذا. البارحه واحد منهن المغرب والله اجى هيك شوي لونه طوخ. هذا يمكن المغرب، يلا اجى. استغفر الله ربي، لو هذا والله يمكن هذا الفوق. جرد انا افتح الباب بنفس الثانيه الشتريات طارن. اثنين، واحد جال اخوه وصعدن. بس افتح الباب قبل يطير. بس انا طلعت ذاكنا حتى يسبحن، شو رجع نطبن ذني مالات السباق السبعه. خلينا نرجع هسه نطلعهن. شوف هذا الارفل هم يريد يلحق اخوته. شوف الشتريات شباب، صعد الراحة. اثنين، ما عاد. شوف 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 الارفل شلون يضيع شباب، هيك يضيع الارفل. يسوي هاي الفرارات مرة مرتين ثالثة يروح ما يجي بعد. انا طلعتهن كلين وسديت البيبان حتى يسبحن ذني الاجنبيات. هنا عندنا شباب هاي الارافل الزوج جواهن شتري، هاي من بيض ينطلع هذا، وهي هسه هم حاليا جواها بيضه اصطناعيه. يومين ثلاثه بس يكبر هذا الشتري نحول
جوان فرختين شوف شنو ايش تخليني والله ما ادري. يسبح على الطيور يتونسن ما عندنا شيء. هاي بدا الحمام يسبح طبعا. انا هم يذني دي ياكلن اكل هذا مال البارحه باقي كلش بالقاع دي ياكلن. وهاي عندنا شتريات هم طائرات بعدهم هذا واحد والثاني هسه كان طاب ابويا. والله ذني شتريات شباب ابطال يعني دور قويه قويه. العنابر سره بدات تغسل ما شاء الله. العنابر سره 5-6 يغسلن يملن الطائل هاي لان كبار طيور طوال. هذا طبعا الفرخ وين الاخضر ذاك رجعت شطلته مرت الاخ لان شباب وقع وجبته ف واخو هذا المصبغ طار طلع بوجهه الا ما افتر. هذا اخو المصبغ هسه الدور لهذا الارفل اعرف هاليومين ثلاثة عندي كيس مال خردة القديم خلينا نجيب لكم شويه من يم نطير الطيور دقيقه والله. شوفوا شباب هذا الخردل بس ما ادري هل ياكلنا الطيور يعرفنا ما يعرفنا والله ما ادري. الاجنبيات ياكلنا القديمات مالاتي والله. هذا نهمين بدا ياكلنا طشيته قريب انا. هذا طبعا دزلياء استاذ ابو متعب الله يذكره بالخير من الكويت دزلي قونية بوقتها. هاي الشتريات وليسال. شوف هذا نزل علي الارفلي شنو فائدة الخردل. الخردل شباب بيب فد مادة زيتية تنطي فد لمعة للطير للريش طلع لك جنح نظيف تنطيه بوقت النتف للطيور وهن يظلن ياكلن من يمه يعني كل يوم ويا الاكل تخبط الهن. خلي شويه يدفع هنا لي هذا او انا اوخر مثلا انا اوخر بس لازم هاي الطيور تتعلم علي. شوف هذا حط الشتر هذا الثاني دوره ها بدنا ياكلن هسه. هذا يطلع النس النظيف يطلع الجنح نظيف يعني يخدم. شوفوا شباب سحقنا للخردل. طبعا هذا لازم تنطيه شنو قبل ما تعشي الحمام حتى خاف ما يردن ياكلن. انت تجبرهن الجوع ياكلن يكملن ورا عود جديد تعشي الحمام. هاي الخبطه الجديده والله كلها دي ياكلن يعني الحنطه الدخون الاذره البازاليا يعني الشعير كله دي ياكلنه. انا اقول لكم بس الدخن العراقي شويه دي يبقى اخر شيء لانه عين ما اعرف يعني يبقى اخر شيء الله ياكلنه اعرف بس ال الدخن دي يتاخرن يلا ياكلنه. نعشي اليوم نعشي هذا بقى العنبر سرى بقى. هذا الزبيرة هم بدأ يشيل روحه يلا كل واحد يطبل مكانه. تعال انت هنا خليهم من عشي العنابر فد مرة. عنابر نعشيها ونعشي لان مالات السباق مالات السباق بالبدايه راح اذبلهم شيء بس خردل شويه وراها افتح لهم اكل ذني ما اجني ذيغا واحتمال باكر ذني اطبقهم ويا باقي الطيور يعني احتمال هيك ويا مالات السباق خلين كلهم برج واحد. هنا 7 شكو باقات هنا على صفحة.
من السبعة. شوفوا شباب هاي الكومة مال الطيور، هسه قرب لكم عليها. شوفوا هاي مال جيراننا بس زبيريات، هسه قبل كم يوم كان يطيرهن طشار كل واحد واحد، هسه شوفوا ما شاء الله لمن كلها زبيريات بسود. ما ادري اذا خلني شاني ياهن ما خلى، بس انا عفتين كلهم بسود بالركن مال بيتنا كلها زبيريات بس. شوفوا طشة 2 4 6 8 10 12 زبيري، 12 واكو 2 اذا كنا 3 جواهن. جو فوق انا 2 15 واحد. صار كم يوم بيخرجهم فرخات، هسه شوف شلون شدن والله. كان يطير هاي ويا البيوت. طيب هني كم فرخة عندنا، هذا شوية مين ذني الزيرة كان ما يطيران، هذا شوفوه كان فد مرة هو الحد هسه طاحت. اخوه وين اخوه هذا شوية احسن من ذاك بعده يحطط ما اعرف، بس هذا احسن، هذا مطيار احسن، ذاك هسه يطير ويجي. شوف هذا واحد من الزبيريات هياته فرخات بدني ما ينطر روح الزبيريات. شباب هذا شوي مثل اللي توجع ورد صحة ما اعرف، هذا المطيجة. هسه تشوفوا الشتريات تصعد، يعني كانوا طائرات الشتريات. طبعا بعدني ما فاتحين اكل، هسه شوي اللخ خليك خلصن هذا البلقاع الخردل الباقي الكلس الباقي ورا عود نفتح لين. هذا زبيرياته بس ما يجي هيات، هذا ما يجي لان يدوروا لايف. انا اقول لكم يجي هذا بحاله واحدة نطيل على الزبيريات، نطيل على الزبيريات يجي حط يمك. احنا ما عندنا هذا المطر الزبيري بحمر هيات، هذا فوق البيت شوفوه بس اسود هذا، والله حلو هذا كوبي قافل، حلو الزبير اللي قافل شلون هذا الخير، يعني هيك كله لون مو طوق او مثل ذاك اليمن اللي بحله. والله هذا يذب روحه، انا اقول لكم هسه اطير له الزبيريات يحط يمنه. والله الكرسي يخوف، شن انقلبنا. هنشوف الزبيريات فين حيل نفتح نلقاها. هاك وين اللي غاطى؟ طبعا صار هواي ما فاتح الحبريات، هم هسه خليه يطلع شوي خطيه يغير الجو. نفتح حتى هم هاي الطيره الجديده شويه تطلع. طبعا هذا الزبيريات اجي يحط لا تاخذ، تريد يحط على جيراننا. ما اعرف اذا حط او لا. احنا عندنا هذا طاير بعده تيدي، والشتريات طائرات صعدن. الشتريات طبعا شباب الشتريات اثنينات صعدن اختفى ما ادري وين راح. هذا جوز تشوف وين حط هذا الزبير، جوز حط فوق يعني اذا اصعد من فوق تشوفه. حياته طير ابوجه خرعه، راجع يحط يمه كش الطيور كلها ابوجه. هذا جيراننا هاي الزبيريات مال ولد شوي لي قدام،
ذاك البرج هذا اشوفه وراه بعد هناك يطير، هو يطير 10-12 زبيري، 15 والله اليوم مطير، هو الظاهر واحسه بس الزبيري. هذا الفرخ حياته بعد يفتر حياته الاخير. وهاي الشتري حطها، وبعد عندنا شتري ذاك جورا وفرخ الاخ مطير. رجع هذا الزبيري شباب، انا بقفل على جيراني رجع يوم، الا صار لي يمكن ساعة مدري وين كان حاط هذا يا هم عندهم 2 زبيريات من 3 بس ما طيروا اليوم. مع العلم هسه هو لو بس شوية يعدي لي غاد شوية يوصل على اهله، هيك شوية يعبر لي غاد يصير هسه يمكن راح يوصل على اهله. رجع افتر لو هيك شوية يعدل بعد 30-40 متر يصير بسطحة. اكو طيور هذا الحر يأذيها، طير حر وعطش وبهالاجواء هاي بعد حتى اهله ما يندلهم. حياته حياته مع العلم بينه وبين اهله بينه وبين راعية يمكن 100 متر بس الصور راح يلقف شوية شوية. هاك حتى خطيه ودينا قل ليش امر لطيور تباع زبيريات تروح تجي. حط لي غاد. يلا شباب عيني وصلنا لنهاية المقطع، خلونا لايكات والتعليقات وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد. تحياتي لكم.